المخرج عمرو سلامه قال انه تم التحقيق معاه النهارده في مكتب النائب العام بسبب الفيلم، فيلم شيخ جاكسون. عبد الرحمن، حضرتك شفت الفيلم ولا ابن حضرتك هو اللي شاف الفيلم؟ هو شافه، ولما جه حكى لي انا دخلت الفيلم شفته. حكالك؟ طب يا استاذ عبد الرحمن، حضرتك مقدم بلاغ رسمي على الاقل، كان لازم حضرتك تشوف الفيلم كامل، وبعدين مع احترامي بقى لوجهه نظرك. هو